الرابع من يونيو. في عام 629 في مثل هذا اليوم، بدء المعركة الأولى للإسلام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفتوحات الإسلامية، وكانت البوصلة باتجاه الإمبراطورية البيزنطية. وفي عام 1789 في مثل هذا اليوم، الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، ويعد أقدم دستور في العالم وما زال معمولا به. وفي عام 1878 في مثل هذا اليوم، الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص. ففي هذا العام وتنفيذا لمعاهدة قبرص، استلمت المملكة المتحدة جزيرة قبرص كمحمية من الإمبراطورية العثمانية مقابل تقديم المملكة المتحدة الدعم العسكري للعثمانيين في حال محاربة روسيا. وفي عام 1904 في مثل هذا اليوم، مبايعة الإمام يحيى الإمام 65 لإمامة اليمن، وقدوم عبد الله الباشا إلى اليمن واليا عليه من الدولة العثمانية. وفي عام 1982 في مثل هذا اليوم، إسرائيل تقصف جنوب لبنان قبل يوم واحد من بدء الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.